استعرض مجلس حقوق الإنسان الوضع في منطقة الشرق الأوسط خاصة الشأن السوري، حيث قدمت لجنة تقصي الحقائق الدولية تقريرا مفصلا عن الوضع المأساوي في سوريا، وحثت اللجنة جميع أطراف النزاع الدخول في حوار بناء والسماح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات إلى المدنيين المتضررين من الصراع في المنطقة. It's a pleasure to be here today to deliver an oral update on the situation in the Syrian Arab Republic and on our special report on Idlib and surrounding areas. In Idlib, millions of civilians live largely under the control of the terrorist group Hayat Tahrir al-Shan, HTS. As the Commission has said repeatedly, states have the full right to defend their country and their citizens against terrorists. من جانبها طالبت المملكة العربية السعودية في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على أطراف النزاع السوري لوقف جميع الانتهاكات ضد المدنيين، كما طالبت بضرورة محاربة جميع التنظيمات الإرهابية وإيقاف ممارساتها العدوانية تجاه المدنيين، ومناشدة المجتمع الدولي بتضافر الجهود من أجل محاربة انتشار التنظيمات الإرهابية. إن كل هذه الصور المؤلمة التي ينقلها التقرير لنا تعزز أهمية دور المجتمع الدولي في الضغط على أطراف النزاع في سوريا إلى وقف جميع الانتهاكات بحق هؤلاء المدنيين. وإن الميليشيات الطائفية والجماعات الإرهابية وجهان لعملة واحدة، وكلاهما يصنعان الدمار والخراب ويطيل أمد الأزمات، لذا فإن المملكة العربية السعودية تؤكد أهمية محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بكافة أشكالها ووقف ممارساتها تجاه المدنيين وما تنشره من رعب وإرهاب، ولا بد من تضافر الجهود للحيلولة دون توفير بيئات تسهل ولادة وانتشار التنظيمات الإرهابية. كما أكدت المملكة موقفها الثابت تجاه حل الأزمة السورية بتوافق جميع الأطراف وفقا لإعلان مبادئ جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254 من أجل تحقيق أمال الشعب السوري الكريم وإيجاد حلول سلمية وسياسية لاستقرار الوضع في سوريا وفي منطقة الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية تطالب المجتمع الدولي بإيجاد حل سلمي وسياسي للقضية السورية من أجل سلامة واستقرار الشعب السوري. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.